السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ألو سيدي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجازيك بخير، حراني فرحانة من اللي قبض لي الخط. الله يطول عمرك على هذا البرنامج. الله يفرحك بدخول الجنة للا فاطمة. سيدي، كنت هذه شهر واحد الرؤية وراها مأثرة فيا. نعم. كنت نتمشى بحال هكا ولقيت واحد النهر وفيه واحد الطريق مقطوعة، وفاش وطيت حطيت رجلي هبطت في الأرض. من بعد ما هبطت في الأرض غرقت، وقلت واحد الدعاء، هذيك الدعاء لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين، حتى حسيت براسي طلعت لا إله إلا الله. ومن بعد واحد الولد والجيراننا عاوتاني هذه رؤيه وحده اخرى سميتو اسماعيل. جا دق هكا في بابنا، ملي حليت الباب لقيت داك الولد ومعه واحد السيد واحد اخر في اللوطو. هذاك السيد ما شفتوش، وداك الولد عطاني ورقه مكتوب فيها، قريت غير اسم الله، وقال لي هالدعاء راني على حسابك، وكنت فرحان انا ملي قبضت هذيك الورقه. والله يجازيك بخير، نزيد غير واحده اخرى قصيره. واحد السيد عاوتاني، واحد اختي كان عندها العلاقه مع واحد السيد. ومن بعد تفارقوا، ومن بعد ما تفارقوا انا حلمت بالدار جاب لنا غير صباط واحد تاع ذاك المراه. ومين هذاك الولد اللي كان مع اختي زعما بو جاب لنا غير بلغه واحده. ما جابهمش بجوج، جاب غير بلغه واحده في الحمر، وحنا قلنا له علاش جبت لها البلغه تاع هذا اللي كان شتها وصاين. المهم هادو مأثرين فيا، الله يجازيك بخير، بغيتك تفرحهم لي. الله يطول عمرك. الله يحفظك لالا، ودعي معانا وحتى انت الله يطول عمرك. اللهم امين لفاطمه، الله يحفظك ويرعاك لالا فاطمه. يلاه يلاه عزك الله لالا، الله يجازيك بخير. جاوبني واخا لالا. بالنسبه للرؤيه الاولى تمشي في طريق مقطوعه ولقيتي بانك هبطتي للارض وغرقتي، ثم قلتي الدعاء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، بمعنى لالا فاطمه بانك ظروفك صعبه او انك درتي شي خطا معين وكيهود الانسان، لكن انت استدركت ذلك بالذكر والدعاء. هذه القضيه وقعت لسيدنا يونس ابن متى نبي الله عليه السلام. ربي امره واحد الامر عظيم، قال لي غدعي القوم ديالك، ولكن هو سيدنا يونس دغيا عيا ما بغوش يستجبوا ليه، خلاهم وزاد. وربي عز وجل لم يامره بالذهاب، ومشى في السفينه، ومن بعد كما تعلمون جميعا غادي يغرق وغادي يرميوه في البحر ويلتقمه الحوت. يعني كان غادي في وضعيه عاديه لكن هبط الى الارض. انت قلتي بانك هبطتي، قلتي الدعاء هو نفس الدعاء اللي قاله سيدنا يونس عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: دعاء أخي يونس ابن متى ما دعا به مكروب إلا أنجاه الله، أوله تهليل، وأوسطه تسبيح، وآخره اعتراف بالذنب، وهو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أي واحد در شي زلة أو در خطأ أو فرط في قضية معينة ثم بغي يجيه العقاب فاستدرك بهذا الدعاء الا والله تعالى ينجيه. فلالا فاطمه اكثري من الدعاء، اكثري منه هذه الايام، وربي غادي يحفظك وغادي يحميك من كل المصائب. ملي شفتي في الرؤيه الثانيه ذاك الوليد اسماعيل ودق الباب وعطاك واحد الورقه وفيها واحد الدعاء، معنى هذا لالا فاطمه الا عندك مشاكل وعندك صعوبات مفتاح الفرج عندك هو الدعاء. الله تعالى كيبعث لك هذه الرؤى للاكثار من الدعاء، لأن الدعاء مخ العبادة، كلما دعا العبد المؤمن أكثر فأكثر إلا ورب العباد يرفع مقامه ويسوي مشاكله. الرؤية الثالثة لأختك اللي كان عندها علاقة مع ذاك السيد الوالد جاب لكم غير بلغة واحدة، الله يحفظ والله يكتب مكاتب الخير، بمعنى أن شي حاجة ما كاملاش عندكم، كاين نقصان في هذه العلاقة اللي غادي يمشيو ليها. فلهذا إلا كان النقصان وكان شي عيب لا قدر الله أو شي خطر جاي في الطريق،
حنا غنواجهوه بالصدقات. فلالة فاطمة قولي الأخت ديالك أنها تتصدق بشيء من المال على الفقراء والمساكين، وربي عز وجل يجمع شملها مع هذا الزوج المبارك بإذن الله. البلغة حمراء، اللون الأحمر لون العاطفة، لكن غير وحدة، وكأن العاطفة من جهة واحدة دون الجهة الثانية، وكأن العلاقة الزوجية غير كاملة. فلهذا نتصدق بصدقة حتى يجمع الله الشمل بين الطرفين بإذن الله تعالى. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.